مساء الخير، مساء الخير لكم جميعا. نبقى في الحياة نزرع الأمل عنوان. لهذا أنا الليلة معكم مع المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، مع رئيسه سعادة السفير الدكتور الشاعر علي عجمي والأعضاء الكرام، مع كل العرب المنتشرين في ديترويت وعبر كل القارات. من لبنان أرسل إليكم كل التحيات والتمنيات بانحصار هذا الوباء الخطير الكورونا. علنا نهتدي بعدها إلى السعي إلى كلمة سواء تحمل السلام للبشر أجمعين. أنا معكم الليلة مشاركة كرئيسة لديوان أهل القلم وندوة الإبداع. أنطلق ديوان أهل القلم الذي انطلق في العام 1999 بهدف تسليط الضوء على الطاقات اللبنانية والعربية المبدعة في عالم الانتشار. استطعنا بجهد وبمصداقية وبجدية تامة وبتعاون مثمر اختراق وكالة الفضاء الأمريكية النازا عبر استضافة 3 من علمائها في لبنان، مع كل ما يدور حول هذه الاستضافة من معوقات، وأبرزهم كان رئيس مركز الدفع النفاس في النازا البروفيسور العالم ابن بلدة الرياق الدكتور شارل العشي. شكل مجيئه إلى لبنان حدثاً مهماً في الظروف الصعبة في العام 2006، ولتاريخه ما زلنا مستمرين. ففي العام 2009 استضفنا الأديبات العربيات في عندما كانت بيروت عاصمة للكتاب، وفي العام 2019 عقدنا ولأول مرة لقاء المبدعات العربيات الأول، والذي انطلق إلى مصر بعدها بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، ومن ثم سينطلق إلى العالم العربي كله. وبعدها إن شاء الله سنكون معكم في ميشيغان وفي واشنطن وفي نيويورك، لأننا آلينا على أنفسنا أن نسلط الضوء على الإبداع العربي النسوي وما أكثرهن في هذا العالم، وأنتم حتما ستكونون معنا مساندين وداعمين، لأن المرأة اللبنانية والمرأة العربية هي جزء مكمل وجزء نشيط وممتاز للأسرة العربية. أنا سعيدة بلقائي معكم بمناسبة ذكرى مئوية الرابطة القلمية التي انطلقت من نيويورك في العام 1930، وتحديداً من بيت جبران خليل جبران، بمؤازرة طبعاً ناسك الشخروب الأديب الفيلسوف والمؤرخ ميخائيل نعيمي، مع العديد من أدباء المهجر وشعرائهم. كلنا يدرك أن ثورة الفكر والقلم تنتعش حين تنتحر القيم وتصاب البشرية بالحروب، خاصة الحروب الجرثومية. لهذا سأقدم لكم اليوم بعضاً مما كتبه جبران خليل جبران، أحد أركان ومؤسسي الرابطة القلمية، بمناسبة هذه المئوية التي تعقد في ديترويت، والشكر لمن سعى في عقدها طبعا. من كتاب دمعة وابتسامة اخترت مقطع عن الحب، من كتاب العواصف اخترت لكم مقطع بعنوان يا بني أمي، من كتاب البدائع والطرائف اخترت لكم نص هو تعرفونه جميعا طبعا، ولكن علينا أن نذكر به دائما، لكم لبنانكم ولي لبناني. مقطع عن الحب. هو ذا الحب يستهزئ بي، ها قد جعلني سخرية وقادني إلى حيث الآمال تعد عيوبا
والأماني مذلة. الحب الذي عبدته قد رفع قلبي إلى قصر الأمير، وخفض منزلتي إلى كوخ الزراع، وسار بنفسي إلى جمال حورية تحيط بها الرجال ويحميها الشرف الرفيع. أنا طائع أيها الحب، فماذا تريد؟ قد اتبعتك على سبل نارية، فلذعني اللهيب. قد فتحت عيني فلم أرى غير الظلمة، وأطلقت لساني فلم أتكلم بغير الأسى. قد عانقني الشوق أيها الحب بمجاعة روحية لن تزول بغير قبل الحبيب. أنا ضعيف أيها الحب، فلما تخاصمني وأنت القوي؟ لماذا تظلمني وأنت العادل وأنا البريء؟ لماذا تذلني ولم يكن غيرك ناصر؟ يا بني أمي، ماذا تريدون مني يا بني أمي؟ ماذا تريدون أن أفعل يا بني أمي؟ قد غنيت لكم فلم ترقصوا، ونحت أمامكم فلم تبكوا، فهل تريدون أن أترنم وأنوح في وقت واحد؟ للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن صيف وشتاء، أما الحق فلا يحول ولا يزول ولا يتغير، فلماذا تحاولون تشويه وجه الحق؟ ناديتكم في سكينة الليل لأريكم جمال البدر وهيبة الكواكب، فهببتم من مضاجعكم مذعورين، وقبضتم على سيوفكم ورماحكم صارخين، أين العدو لنصرعه؟ قلت لكم تعالوا نصعد إلى قمة الجبل لأريكم ممالك العالم، فأجبتم قائلين: في أعماق هذا الوادي عاش آباؤنا وجدودنا، وفي ظلاله ماتوا، وفي كهوفه قبروا، فكيف نتركه ونذهب إلى حيث لم يذهبوا؟ لقد كنت أحبكم يا بني أمي، وقد أضر بي الحب ولم ينفعكم. كنت أشفق عليكم على ضعفكم يا بني أمي، كنت أبكي على ذلكم وانكساركم، وكانت دموعي تجري صافية كالبلور. ماذا تريدون مني يا بني أمي؟ أتريدون أن أريكم أشباح وجوهكم في أحواض المياه الهادئة؟ انظروا ما أقبح ملامحكم. ماذا تطلبون مني يا بني أمي؟ بل ماذا تطلبون من الحياة؟ من كتاب البدائع والطرائف، نص: لكم لبنانكم ولي لبناني، لكم لبنانكم ولي لبناني، لكم لبنانكم ومعضلاته ولي لبناني وجماله، لكم لبنانكم بكل ما فيه من الأغراض والمنازع ولي لبناني بما فيه من الأحلام والأماني. ولكن قفوا قليلا وانظروا لأريكم أبناء لبناني. هم الفلاحون الذين يحولون الوعر إلى حدائق وبساتين، هم الرعاة الذين يقودون قطعانهم من واد إلى واد فتنمو وتتكاثر
وتعطيكم لحومها غذاء وصوفها رداء. هم الكرامون الذين يعصرون العنب خمرا ويعقدون الخمر دبسا. هم الآباء الذين يربون أنصاب الزيتون والتوت، والأمهات اللواتي يغزلن الحرير. هم الرجال الذين يحصدون الزرع، والزوجات اللواتي يشمعن الأغمار. هم البناؤون والفخارون والحائكون وصانعو الأجراس والنواقيس. هم الشعراء الذين يسكبون أرواحهم في كؤوس جديدة. وهم شعراء الفطرة الذين ينشدون العتاب والميجن والزجل. هم الذين يغادرون لبنان وليس لهم سوى حماسة في قلوبهم. هم الذين يتغلبون على محيطهم أينما حلوا، ويجتذبون القلوب إليهم أينما وجدوا. هم الذين يولدون في الأكواخ ويموتون في قصور العلم. هؤلاء هم أبناء لبنان. وشكراً.